السلام عليكم أطفال صف الروضة الثالثة. المشروع الثالث صحتي بيئتي، شريط تعليمي في المجال اللغوي الكتابي. أتعرف الكلمات هذه، هذا، أسماء الإشارة. نضع أمامنا كتاب القراءة وأيضا دفتر المادة وقلم رصاص. هل أنتم جاهزون؟ هيا بنا ننفذ هذا النشاط. صورة قطة وأسد. ماذا نشير إلى القطة؟ هذا قطة أم هذه قطة؟ أحسنتم، هذه قطة. هذا أسد أم هذه أسد؟ هذا أسد. والآن لدينا كرة وكتاب. هذا كرة أم هذه كرة؟ نقول هذه كرة. هذا كتاب أم هذه كتاب؟ نشير هذا كتاب. أيضا بعض البطاقات. سيارة، شمس، معلمة، مهندس. ماذا نقول؟ هذه سيارة، هذه شمس، هذه معلمة، وهذا مهندس. أتعرف الكلمات. هذه بنت، هذا صبي. أقرأ الكلمات. هذه هذا، هذه هذا. أقرأ الجمل. هذه فرس فادي، هذه زرافات سمر. نضع أمامنا دفتر التمارين، قلم رصاص وممحات، وننفذ بعض الأنشطة. أصل اسم الإشارة المناسب للصورة. فتاة، صبي، قطار، نحلة. أيضا بطاقة ثانية، نضع اسم الإشارة المناسب للصورة، وأيضا نحوق اسم الإشارة. نقرأ صفحة 59 في كتاب القراءة لغتي أحبها، وننفذ البطاقات التي سوف أرسلها لكم على دفتر المادة. دمتم بخير وإلى اللقاء.